الآن موعدنا مع تسليم جوائز مسابقة نسبتي. الفائزة آمنة بنت علي محمد الحكمي، ويتفضل والدها سلام الجائزة. الفائز الثاني منى بنت قليل العمري، يتفضل أخوها خالد العمري باستلام الجائزة. الفائز الثالث أمانيس ريحان الزهراني. الفائزة الرابعة فاطمة الزهراء من قطر، سيتم إرسال الجائزة إلى الفائزة الرابعة إلى قطر بإذن الله تعالى. كانت من أصعب الليالي حذر وحرص وكوابيس، ارتباك وحيرة وخوف، سهر ومواصلة، اجتهاد ومذاكرة، وعلى كل حال انتهت بحلوها ومرها، ولكننا نريد أن نبارك لمن تميز فيها ونقدم له جائزتنا الكبرى، آيباد جديد مقدم من مكتبة الفانوس ليكن من نصيبك. تأكد أنك حصلت على نسبة تؤهلك للحصول عليه، وأرسل إلينا رسالة نصية تبدأ بكلمة نسبتي، وبعدها أترك مسافة واكتب لنا نسبتك والتقدير الذي حصلت عليه، وأرسلها إلى الأرقام التالية: حكايات حفلنا الليلة، حكاية عن طموح كبير في رؤيتنا تفاصيلة، معلمنا صنع أجيال صياغة عقلنا فنة، تواريخ ودب وامثال يا ربي ترزق الجنة، معلمنا صياغة عقلنا فنة، تواريخ ودب وامثال يا ربي ترزق الجنة، يا ربي ترزق الجنة. على أطفال الفرح نحكي حكاية حفلنا الليلة. لكل ناجح هدية وآيباد لأعلى نسبة.